بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الكلام خلاص سكت، بعد ما النبض سكت، بعد ما القلب ثبت، بعد ما الجسم اترمى والخسيس جري واحتمى، بعد ما الشهيد طلع راح لربه في السما، بعد ما الارض ارتوت بالعرق مع الدمى. الكلام طبعا سكت، بعد ما الدنيا بقت خلطة بيت ناس مجرمة، بعد ما الناس اشترت أسوأ مع كره عمى. الكلام أكيد سكت، بعد ما الحق التبس والضمير غاب واتحبس، بعد ما النار ولعت، بعد أم توجعت، بعد قلبه ما اتعمى والقساوة غلغلت. الكلام ملوش لزوم، بعد ما دم أخوك يهون، بعد ما تجري عشان تخون، دم من نفس فصلتك مصري واكل من نفس أرضك، بعد ما تتشفى في موته. احنا شايفينه يوم صموده، يوم صعوده، يوم هيشهد على شجاعته وعلى خيانتك، على وقوفه زي الرجال وعلى هروبك مستخبي بين جبال. بس اعرف يا جبان ان رب الكون ده شايفك ومطلع على قلوب فيها ايمان، وعلى رجال ملثمين متخفيين زي الفيران. خلص الكلام، الكلام اصلا حرام مع ناس ما تعرفش الحرام. فضلت الشيخ خالد الجندي، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا ومرحبا. خالص العزاء لبلدنا وخالص العزاء للرجال، ولا عزاء للذين باعوا اوطانهم، ولا عزاء للذين تاجروا باديانهم، ولا عزاء للذين انهزمت نفسياتهم، ولا عزاء للذين خارت قواهم، ولا عزاء للذين ارتعدت فرائصهم، ولا عزاء للذين ناعقوا بألسنتهم وحردوا بأفواههم، ولا عزاء للمنافقين، ولا عزاء لأصحاب الشماتة والقلوب السوداء. لا عزاء لهم، لأنهم سيذوقون ما ذاق غيرهم بمشيئة الله تبارك وتعالى. خالص العزاء في وطننا ولوطننا، في أبنائنا وفلذات أكبادنا اللي انكوت القلوب بفقدانهم، ولكن عزاؤنا أن قتلانا بمشيئة الله عز وجل في جنة الله تبارك وتعالى محتسبين إياهم، مأجورين عن دفاعهم وعن أوطانهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. خالص العزاء بدون انهزام وبدون ألم أكثر من اللازم، وبإدراك للواقع وبفهم لحقيقة التضحيات التي يجب على المؤمن أن يمارسها لكي يحافظ على بلده ويحافظ على دينه ويحافظ على كرامته. هو شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكتب الجهاد على الصادقين من العباد، وشاءت إرادة الله، رغم أن ربنا يستطيع أن ينصر المستضعفين، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الأمر بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بأيديكم. يعني لابد أن المؤمن يبذل هذا الجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى جل وعلا، مع أن الله يقدر على النصر ويقدر على يعني الدفاع عن، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر العباد بالأخذ بالأسباب. هي قضية أخذ بالأسباب، قضية انتصار بصراع بين الحق والباطل ستظل أبد الدهر. ما من نبي إلا وكتب عليه الجهاد وقاتل وقتل وربنا سبحانه وتعالى يقول: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طب هو السؤال، هو لماذا يترك الله الأنبياء يقتلون؟ علشان بعض الناس يقول لك: طب هو ربنا سايب دول ليه عشان يقتلوا؟ ده ربنا ترك الأنبياء ليه يقتلوا؟ لأنه الإنسان يموت في سبيل قضيته بيبلغ أعلى درجة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالأنبياء لما يقتلوا وياخدوا هذه المنزلة، إحنا مش أحسن من الأنبياء. صحيح. المولى بيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب فضلت الشيخ، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني بنلاقيه مكتوب على صفحات يعني أخرى بتستخدمه، لا يعني لتضع الحق في صفها وتقول إنه إحنا بنجاهد وإنه
اللي ماتوا دول يتقال عليه يعني احنا مثلا بنعزي في هؤلاء الرجال العظام اللي ماتوا يعني بيحموا ارضهم وهم بيقولوا الله اكبر وما النصر الا من عند الله وان الخونه ماتوا وبيستخدموا نفس الايات اللي حضرتك بتقولها دي وبيحطوها على صفحاتهم. من اين جت منين اللخبطه واللوثه اللي جات لهم في دماغهم؟ يعني اتعلموها ازاي ووصلت لهم ازاي؟ طيب انا هقول لك على مفاجاه عجيبه شويه. هو منذ خلق الله الكون ايوه تمام، وعدو الله ابليس هو اول واحد استغل نفس الـ 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 الاسلوب في اغواء ابن ادم. نشوف ازاي. أيوة. ربنا لما قال لي ادم ما تقربوش من الشجره دي ليه يا رب ما نقربش منها؟ قال يعني فتكون من الظالمين، ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. خلاص تمام. فربنا هنا نصحهم ولا ما نصحهمش؟ نصح. ابليس خد نفس الاسلوب ونفس الشيء، غش كده عارفه يعني قص ولز كده. اي بالظبط. راح واخد نفس الاسلوب وراح لادم وقال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وتفاجئ في القران ان ربنا بيقول وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. يعني ابليس دخل من نفس زاويه النصح، ومعنى ذلك انه اول حادثه في البشريه تسببت في تغيير مسار البشريه بالكامل هي حادثه استغلال نفس اسلوب النصح الالهي لصالح الشيطان. صحيح. نفس الكلام اللي بيحصل، بياخدوا نفس الايات. أيوة. اللي هي اصلا ايات للخير وللحب وللعداله وللحق وللوطن علشان يبرروا بها الدفاع عن عشان يبرروا بها الاعتداء على الاوطان او الاعتداء على الاخرين او تنفيذ اجندات الصهاينه او تنفيذ اجندات الصهاينه. يعني بياخدوا ايات الجهاد يستعملوها لنفسهم. هي بالظبط كده بيتعاملوا بيها. وده واحد من اساليب الحرب النفسيه، هو استخدام شعارات العدو او استخدام شعارات الاخر، انك تستخدمي نفس الشعار الاخر علشان تستطيع انك تتهكمي منه. اثنين، تفقدي ثقته بنفسه. ثلاثه، تفهميه ان هذا الامر منطبق عليهم مش على غيرهم. اصل خدي بالك المعركه ما بين ايه وايه. المعركه بين دوله وعصابه. المعركه مش المعركه بين دوله وعصابه. العصابه ديت بتجد ليها روافد وامدادات من دول اخرى ومن كيانات صهيونيه عالميه، ده كلام موضوع تاني. انما الموضوع واضح عند اي واحد بيفهم. صحيح. هو يعني المساله واضحه، قدامك دوله وقدامك عصابه ايا كان هذه العصابه، قدامك دوله وقدامك مصالح ناس تانية خارج هذه الدوله وخارج هذه الحدود. يبقى الانحياز لايه؟ زي ما بالظبط واحد يحصل خناقه في بيته بينه وبين اخوه، واحد اتخانق مع اخوه. ايوه. فدخل واحد تاني عشان ينصر اخوه او يساعد اخوه ضدك، فالمساله بقت واضحه خلاص. مساله ان في داخل البيت في خلاف، هذا الخلاف اراد اخرون خارج حدود البيت يستفيد منه يولعوه. فيبقى الامر مش محتاج شرح، اللي بره البيت لابد من اقصائه، لان احنا لازم يبقى معاركنا او مشاكلنا او خلافاتنا او اي حاجه داخل البيت مش خارج البيت. وهل احنا كناس عاديين في موقع اختيار اساسا؟ يعني انا لما بقى قاعده كده واشوف الجيش يعني اللي هو حميلي بلدي وحميلي ولادي مثلا بيموت، هل انا هقعد افكر يا ترى انا هشجع الجيش وفريق كوره يعني، ولا هشجع الناس اللي بيموتوا الجيش؟ انا عاوز اقول لحضرتك ان مجرد التفكير ده خيانه. ايوه. يعني لو واحد ماشي لقى امه بتضرب، في ناس بتضربها، يقف يقول يا جماعه انتوا بتضربوها ليه؟ في خناقه، انتوا بتتخانقوا مع ماما ليه؟ مثلا. واخد بال حضرتك؟ واحد شايف امه بتضرب في الشارع يعني هيقف يفكر ويسال ايه الاسباب اللي ادت لضرب امه، وبعدين عشان يقرر يدخل ينصرها. ماما غلطانه. لا هي غلطانه، ليها حق تتضرب. هو ده الوطن. الوطن ده امنا كلنا، الوطن ده الام اللي بتجمعنا. هو مش كلنا. كلام شعارات على فكره في الوطن. نعم. يعني مش شعارات. شعارات ايه؟ ده يعني كلام. يعني انا يعني بعيدا عن الوطن امنا او كده، انا طبعا معاك فيه، انما وانت قاعد لوحدك متجرد من التلفزيون ومتجرد من اي بس حاجه. بس هو حته ان الوطن امنا دوت. هو انا برضو باحترام الكامل ما هوش شعار. صحيح. هو ده حقيقه بيعرفها كل واحد سافر وتغرب بره مصر. يا جماعه كل واحد سافر بره مصر عارف كويس قوي 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 ايه اللي بيحصل له لما اللي هو بيقولوا عليه الهوم سيكنس ده، ايه اللي بيحصل له، عشان بيعيط لما بتيجي سيره الوطن. الوطن كده بعبله بوضعه زي ما هو كده. انتوا بتشوفوا ناس افارقه في احراش افريقيا قاعدين في احراش افريقيا،
وسافر اوروبا وبقى رجل اعمال كبير ولا لعيب كوره كبير ولا مطرب كبير بيموت عشان يرجع ويرجع تاني يجذبه يشوف ناسه واهله. ايه هو ده؟ ايه هو الحنين ده؟ ايه هو في ايه؟ يقول لك عليه مسقط الراس او ليه بيرجعوا او ليه الوطن بيشد؟ لان هو الام. صحيح. فاحنا بنقول للوطن ده امنا. صحيح صحيح. يعني ده ما هوش عار. صحيح. لا ايه العار في كده؟ طيب انا اخد هند بعد اذن حضرتك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معاكي هند من اسكندريه. اتفضلي. اهلا بحضرتك. كنت بس عايزه اعزي في امهات الشهداء اللي ماتوا اللي مش ذنب في اي حاجه اللي واقفين يحمونا في عز السقعه وفي عز الثلج وسايبين بيوتهم وسايبين ولادهم. ويعني انا مش عايزه اقول لك الاسره عندي منهاره قد ايه علشان الناس دي. احنا من ساعتها ما بطلناش عياط. كل ما يضيعوا مناظرهم احنا مش عارفين نعمل ايه. يا ريتنا احنا نعرف نعمل حاجه. يعني احنا ستات بنقول يا ريتنا نعرف نعمل حاجه، ما بالك هم كاخوان ورجاله بيطلعوا. انا مش عارفه ازاي بيقدر يفجر. شفتي حواليكي ناس يا هند من اللي بيقولوا احسن او الله اكبر او ما النصر من عند الله او يعني شفتي حواليكي ناس بتقول كده؟ والله انا عايز اقول لك ان هم مغيبين، هم مش فاهمين. هم ناس بيترجم لهم كلام مش فاهمينه اصلا وماشيين بشعارات غريبه وماشيين بحاجات أنا غريبه. انا مش عارفه اتكلم والله. انا من كتر العذاب انا مخنوقه ومش قادره اتكلم. انا مش عارفه احنا ممكن نساعد نعمل ايه كربات. طيب. المنازل. ويعني انا عندي ولدين عايز اقول لك سنهم 3 سنين وسنه. حبيبتي. انا خايف دول لما يكبروا هيبقوا مصيرهم ايه. انا مش عارفه. انا مش عارفه والله. والله انا سمعت خبر ومش عارفه انا اتاكد منه ولا لا. سمعت انه في ناس عايزين يروحوا، يعني ناس طلب في 300 ضابط جيش وضابط شرطه وكذا قدموا طلبات رسمي عايزين يتنقلوا سينا. ده صحيح. وانا عاوز اقول لحضرتك ان كثير كمان الكثيرين من العلماء حتى علماء الازهر عندنا والاوقاف كلهم قرروا السفر الى سيناء. وانا شخصيا مسافر الاسبوع القادم بمشيئه الله سبحانه وتعالى. كلنا حنتحول الى دروع للبشريه للوطن مهما كان الثمن. ولا بنخاف ولا هيخوفونا من سيناء ولا هيخوفونا من وطننا ولا هترتعد فرائصنا ابدا باي حال من الاحوال. وحنسافر وحنروح وحنشارك وحندعم وحنتكلم وحنقول كل واحد بما يقدر عليه. ومفيش حد هيتقاعس ابدا عن نصره بلده باي حال من الاحوال. وعاوز اقول للجميع اللي يخاف يخاف. انا يا جماعه اللي على قد ما انا بكره ظاهره الطار في الصعيد لكن بيعجبني جدا لما يرفضوا الاخذ بالعزاء لحد ما ناخد بالطار. انا رافض العزاء الى ان ناخذ بالثار. من فضلكم اوقفوا العزاء لان قدامنا شغل كتير جدا وقدامنا تعامل كبير جدا مع صهاينه ومع اعداء حقيقه. صهاينه ولو بلسان عربي ولو بلسان اسلامي ولو بلسان متدين مزيف ولو بلسان امريكي ولو بلسان اوروبي ولو بلسان تركي ايا كان هذا اللسان احنا جاهزين ان شاء الله بمشيئه الله للتعامل معها لان قضيه حياه او موت. وبعدين كان زمان بيقولوا ايه ما تزنقش قط في ركن. يعني لو بتضرب قط ما تزنقوش في ركن لانه ما عندوش حل تاني. احنا دلوقتي في ركن نكون او لا نكون. تو بي اور نوت تو بي. يعني يا اما يحصل ان احنا ناخد بحقنا يا اما احنا هننتهي خلاص. يعني اذا هنترك نفسنا للفناء ونترك نفسنا العوبه في ايدي بعض الهواه لا احنا نستطيع ايقاف هذا الامر. نستطيع اعاده تنظيم الصفوف. حصل خلل حصل خلل. ايه المشكله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في غزوه احد وحصل خلل وحصل وفاه حصل وفاه و70 واحد اتقتل 70 واحد اتقتل مفيش اي مشكله. في ايه اللي حصل؟ هل انتهى الاسلام بموت 70 صحابي من خيره الصحابه على راسهم سيدنا حمزه ابن عبد المطلب على راسهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم وارضاهم؟ الاسلام ما انتهاش. الاسلام لا يتوقف. حتى يعني عاوز اقول لكم انه ربنا بيقول عن النبي نفسه افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الوطن لن يموت. الوطن لن يموت. احنا لابد ان احنا نصمد وما ننهزمش وبلاش بث رسائل الهزيمه على شاشات الاعلام. ولازم نفهم الناس ان اللي حصل ده جرح. يعني ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. احنا اتهزمنا في موقعه. انا عاوز اقولها كده بصراحه انما ما اتهزمناش في الحرب. الحرب بتاعتنا الامد بتاعها طويل واحنا نفسنا طويل ومش هنستسلم ابدا ومش هنضعف ومش وكي من نبي قاتل مع ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الثلاث حالات دولت اعرفوهم واحفظوهم كويس.
فما وهن وما ضعفوا فما وهن لما أصابهم في سبيل الله. هي مش الوهن والضعف نفس يعني نفس المعنى؟ لا حضرتك الوهن للقلب والضعف للجسد والاستكانة هي عدم الحركة والإحباط اللي هو الإحباط الحالة النفسية. يبقى ربنا اتكلم عن ثلاث حاجات للجسم وللقلب وللحالة النفسية. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله القلب ما حصلوش وهن وما ضعفوا الجسم ما حصلوش ضعف وقعد قال لك يعني مش قادر أصل مش هنقدر أصل مش هنعمل. وما استكانوا اللي هو الاستكانوا جاي من حركة السكون. شايف كلمة سكون سكنة فعل سكنة ما وقفوش احنا مش هنقف مكملين. اعرفوا التلاتة دول فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا التلاتة لازم ناخد بالنا منهم. مدام إيمان أيوة. ممكن أسأل الشيخ خالد الجندي سؤال؟ تفضل يا بنتي. بقول حضرتك يا سيدنا الشيخ بس نعم. حضرتك عايزة أعرف حكم الطلاق. أنا وجوزي كنا بنتخانق وقعدت أقول له طلقني طلقني راح قال لي طب أنت طالق وبعدها انهار جامد وقعد يضرب فيا يقول لي ليه خليتيني أقول كده ليه خليتيني أقول كده. فأنا عايزة أعرف إيه الحكم فضلتك في كده. هو عند جمهور الفقهاء هذا طلاق تتحسب طلقة إلا لو كان الزوج في حالة هستيرية مش داري باللي بيقوله. لو كان الزوج في حالة هستيرية مش داري باللي بيقوله قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إنما عندنا رأي تاني. نعم هو حضرتك قال لي أنت طالق وبعديها نهار وقال لي أنت ليه قاعد يضرب فيا وقاعد يقول لي أنت ليه. ماشي احنا سمعنا وخدنا بالنا من النقطة دي بس أنا بقول لك يعني إذا كان في حالة الطلاق في حالة غياب عن العقل خالص بسبب هستيريا الغضب اللي كانت عنده ما بتحسبش أصلا طلاق. يبقى المشكلة انتهت ما فيش مشكلة وما تحسبش طلاق وليست عليه كفارة. إنما لو كان هو قال لك أنت طالق نوع من العند بينك وبينه طب أقول ليه طب طالق طب أنت طالق كنوع من العند بقى وهو مركز وعارف وفاهم ومدرك عند الجمهور يقع. لكن الحقيقة عند بعض الفقهاء لا يقع الطلاق إلا أمام اثنين شهود. يعني لا يقع الطلاق إلا بعقد عزيمة مسبقة للطلاق كما ذكرنا من قبل أنه لابد من الإشهاد في الطلاق. هذا رأي موجود ومذكور في كتب الفقهاء ومذكور عند الكثيرين حتى فقه السنة قايل مسألة الإشهاد على السيد سابق الله يرحمه وقايل عن مسألة الإشهاد على الطلاق وذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره والإمام القرطبي في تفسيره لسورة الطلاق. هو الناس لما تيجي تاخد رأي ممكن تاخد أي رأي بعيدا عن رأي الجمهور؟ طبعا هو مش رأي الجمهور ما هوش ملزم الفقهاء. قد يكون الرأي الفرد اللي مخالف لرأي الجمهور هو الأوجه والأصلح والأنسب. في مسائل كثيرة جدا أنقذنا الإمام ابن تيمية فيه. إيه الرأي المعتمد أو متاخد بيه وإيه الرأي اللي مش متاخد بيه؟ يعني الحاكم أو القاضي بينظر من مصلحة لا ينظر إلى الأكثرية. نحن لا ننظر إلى الأكثرية في أخذ الرأي الفقهي. يعني مثلا الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. يعني واحد يقول لمراته انت طالق 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 او انت طالق بالثلاثة. كل الجمهور قالوا ان الطلاق يقع ثلاث طلقات ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. ها جه الامام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال لا ده يقع طلقة واحدة ما يقعش ثلاث طلقات. شوف ازاي. وأجراه بعض الصحابة كده سيدنا عثمان أجراه كده أيضا قبل ابن تيمية نفسه رضي الله عنه. ابن تيمية بس هو اللي قال إن دي تتحسب طلقة واحدة أمار والباقيين قالوا تتحسب ثلاث طلقات. ثلاث طلقات شوف إزاي اللي بتتقال في نفس اللحظة طلق 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 دي الباقيين اشتراط إن الحاكم يكون من قريش. كل جمهور الفقهاء اشترطوا إن الحاكم يكون من قريش إنه من البلد يعني اللي هم فيها من مكة. يعني الحاكم في مصر لازم يكون قرشي والحاكم في تونس لازم يكون قرشي والحاكم في ليبيا لازم يكون قرشي. ايوه طبعا الاحاديث كثيره جدا الأئمة من قريش وخلاف فالجمهور ذهب بتاع قريش ده. نعم فندم ايام ما كانت الخلافه الاسلاميه دوله الخلافه الاسلاميه ايام زمان ايام ما كانت الامه خلاص مفيش فيها حدود جغرافيه ودول خلاص. وخلافه كان الراي ده مناسب ليهم انما احنا غير ملزمين بالراي ده. ابن تيميه قال لا مش لازم يكون الحاكم من قريش كمثال. قضية شهادة غير المسلم على المسلم شهادة غير المسلم على المسلم. جمهور الفقهاء قالوا شوف الأكثرية قالت إيه قالت لا تجوز ولا يمكن ولا يسمح به. إنما ابن تيمية قال لا يعني لها وجه إنه يشهد عليه
وايه المانع؟ لو لا راي ابن تيميه ده مش اللي بيقولوا عليه ابو الارهاب؟ ابو الارهاب ده ابو التيسير. طب انت قلت لي ست تيميه ده اراء دلوقتي. لولا ابن تيميه لهلكنا. انا بقول للجميع لولا ابن تيميه لهلكت الامه. تصوري لو عملنا براي الجمهور واي واحد مسيحي يشهد على واحد مسلم نقول له شهادتك مردوده. يعني لو واحد مسلم قتل قتيل ولا سرق سريقه مفيش غير جاره مثلا او تخيلي حضرتك بقى لو جاره المسيحي شافه لا ما ينفعش. ابن تيميه قال لا ينفع. ها كمثال بقول لك ايه الجمهور كله بيقول لك ان وضوءنا باطل على الاشمعنى علشان الميه مخلوطه بكلور وبأوزون وما اعرفش بايه. ابو حنيفه لوحده صحيح اللي قال ان الوضوء صحيح. فلو هنمشي راي الجمهور يبقى وضوءنا كله لا يصح. فراي الجمهور احيانا كثيره مش ما هوش الراي مش لازم يكون هو الذي يناسب العقل. طيب النصيحه النهائيه اللي حضرتك تديها لها ايه؟ النصيحه اللي بقولها قدامها حاجتين. جوزها غائب عن الوعي اثناء ما قالت كلمه الطلاق او غير غائب عن الوعي يعني غائب يعني متنرفز لدرجه انه فاقد عقله. قال صلى الله عليه وسلم طلاق في اغلاق. ده كلام واضح اهو. ولازم هو اللي يحدد. هو اللي يحدد. عشان كده ما بنسمعش المفروض الطلاق الزوجة. من زوجة. لازم هو اللي يحدد. فهو اللي يحدد. الامر الثاني طب افرض كان في ادراكه يبقى قدام مننا حكمين اثنين. راي الجمهور الفقهاء اللي بيقولوا انه هذا الطلاق واقع وتتحسب طلقه مهما كان ندم وكونه يندم بعديها ده امر يخصه مالناش دعوه بالندم بعد الطلاق. ولا انت اللي ارغمتيني ولا بتاع وكلام من ده. يا اما حاجه من الاثنين يا اما تاخد الراي الثاني اللي بيقول انه لا فيش طلاق بغير اشهاد. وده اللي انا برجحه وبأميل اليه وبقول انه الطلاق الشفوي بين واحد وواحده من غير اشهاد انا لا اعتبره له اي تاثير يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. بما انه الكلام يعني كتر في الفتره الاخيره على موضوع السنه وانه واللي بيقتلوا دول جايبين كلامهم من الكتب السنه ومن الاراء زي ابن تيميه وكذا. ففي النص جالي يعني سؤال قال ما هو الواحد ممكن يعني السؤال اللي هو بيسأله ده لو ما تجاوبليش عليه صح الواحد برضو دماغه يشت وفعلا بيخلي الناس ممكن تخرج من الملة وتشك في كل حاجة بسبب كده. يا لطيف يا لطيف. قالها لي كده باللفظ. قال لي دلوقتي فكرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يعني معقولة ما خطبش جمعة غير جمعة الوداع بس؟ فين خطب الجمعة بتاعت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا في 20 سنة اللي هو عاشهم بعد ما أعلن إسلامه من 40 مثلا أو قول بعد كده لغاية 60 سنة؟ وكان أكيد كل صلاة جمعة بيجتمع بالمسلمين وبيقول خطبة. الخطبة دي ما اتكتبتش ليه؟ وليه أحاديث منطورة كده عن فلان عن فلان عن فلان والخطبة دي كان كل الناس تبقى قاعدة فيها؟ وإن المفترض إن الأحاديث أو الكلام اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يقوله لنا على طول يتقال كله في الخطب، مش لازم يبقى في موقف أو فلان سمعه وهو قاعد وشافه مش عارفة إيه. لا لا ده يعني كل الأوامر اللي هو عايز يقولها لنا تبقى مباشرة في خطب والخطب تتجمع والموضوع يبقى خلصان. فبيقول لحضرتك فين الخطب دي؟ طيب أنا عاوز أسأل السائل الكريم هو الأحاديث دي كلها ثلاث أرباعها مقتطفات من خطب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي يقول الخطبة ويقول في نصها مثلا إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. فيجي اللي بينقل الحديث الراوي أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. والرسول وهو بيخطب الخطبة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فيجي مثلا زيد بن حارثة يقول إيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وهكذا. طب يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا هل يعني أبو هريرة كان قاعد معاه في الخطبة مثلا وهو نقل ولا؟ أبو هريرة ما كانش موجود مع النبي الآخر سنتين في حياته عليه رضوان الله. طيب ده أحاديث كتير من عاوز أكمل حاضر. بس حتة مهمة أصلها حتة لطيفة قوي. حضرتك لابد أن احنا نعلم أنه ملكة النقل لم تكن متوفرة لكل الصحابة. تمام. دي رقم واحد. ماشي. رقم اتنين عدم إدراك الصحابة لكل ما قاله النبي.
لأن سيدنا عمر بن الخطاب كان بيتبادل بسبب إن هم كانوا رعاة، فالراعي مش على طول بيحضر خطبة النبي، فكان كثير منهم بيصلوا الجمعة بس مش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بدليل مسجد الضرار، هو مسجد الضرار ده أصلا اتبنى ليه؟ ايه مسجد الضرار؟ في مسجد بناه المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعملوا تفتيت لوحدة الأمة، علشان ينشروا الفكر الضال. الفكر الضال ده موجود، ده هو من أيام النبي نفسه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني عشان يضروا المجتمع المسلم، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. تمام. اهو فدولت بنوا مسجد. الحجة بتاعتهم في بناء المسجد ايه؟ بعد المسافة بينهم وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان كده النبي كان بيبعت صحابة كتير يروحوا يعلموا الناس القرآن ويأموا بيهم، وكان معاذ رضي الله عنه بيصلي مع الرسول العشاء ويروح لقومه عشان يصلي بيهم بعد كده. وكان القوم بيجوا يقولوا للنبي خلي ابعت لنا حد يعلمنا القرآن. مما دول مش كل الصحابة كانوا قاعدين ليل ونهار في خطب الجمعة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قاعدين في مجالسه، وإن قعدوا مش كلهم عنده ملك التوصيل الكلام، ما عندوش الكاسة التسجيل اللي يقدر يسجل بيه هذا الكلام، مش كل الصحابة عندهم ده. ولذلك الصحابي نفسه هو بيروي الحديث يقول إيه، قال بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم خير من عبادة 40. وبعدين الراوي راح ساكت كده وقال إيه، لا أدري أقال 40 يوما أم شهرا أم عاما. شوف الأمانة ودقة النقل قد إيه. الأمر الخامس في موضوع خطب الجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة بتاعته كانت عبارة عن حديث، يعني حديث كده يطلع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أقم الصلاة. وكان يطلع عليه الصلاة والسلام يطلع عشان يخطب الجمعة يقرأ سورة قرآن وينزل، كان كثيرا ما يصعد إلى المنبر صلى الله عليه وسلم. وده ده انما ما وردش كده في خطبه الجمعه لسنه، يعني متخيلين انه هتؤرخ وانه ده في خطبه الجمعه، وده الرسول كان قاعد مع السيده عائشه في بيتها، وده يعني الحديث ده كان في الوقت ده او في الموقف ده او في الموقعه دي او في صلاه الجمعه. اكمل كلام مهم لطيف هتسمعيه اول مره، واول مره يتقال يمكن على الهواء. الصحابة في الأول ما كانوش بيهتموا كمان بأنهم يسمعوا خطبة الجمعة. يعني خدوا بالكم من حاجة أنا عاوز أقول إيه، الصحابة كانوا غيرنا، الصحابة كانوا ناس بتوع شغل. أيوة. ما كانوش فاضيين يقعدوا مع النبي ليل ونهار. ما هو ده الكلام، بس تعالي نتخيل الجو ده، لأن السؤال في منتهى الطرافة. صحيح. تفتكر يا أستاذة دعاء لو النبي بعث اليوم، أيوة، ها هنعمل إيه؟ هنسيب شغلنا وحياتنا وهنقعد جنب منه. احنا في بعد غير النبي عليه الصلاه والسلام؟ صحيح. بس مش ده اللي هيحصل؟ عرفنا قيمته بقى. نعم، احنا عرفنا قيمته بعد ما يعني الصحابه كانوا عارفين قيمته، انما ما كانوش قاعدين معاه ليل ونهار. الصحابه كانوا عارفين قيمته وما كانوش بيسمعوا كل دروسه. الصحابي كان بيقعد كان يصلي ويشوف النبي بيدي درس ويخرج عشان يشوف شغله او يروح ينام. الصحابي كان بيعمل كده، ده اللي الناس مش واخده بالها منه، ان واحد شايف مصلحته مش قاعد معاه. سيدنا ابو هريره نفسه بيقول جمله في منتهى الخطوره، بيقول لم يكن يشغلني الصفق في الاسواق. الايه الصفق؟ يعني احنا بنقول عليه النهارده صفقه. صفقه، شوف ازاي. يعني كان التاجر لو صفق يبقى خلاص وافق على السعر. تمام. فاخذت منها النهارده كلمه انا بعمل صفقه تجاريه. الصفق. فبيقول لم يكن يشغلني الصفق في الأسواق، ولم أكن ذو مال ورعي، لما عنديش لا فلوس بشتغل عليها. أيوة. ولا زراعة ولا غنم، ولم يكن وكنت أصحاب النبي على ملء بطني. يعني رجل فقير غلبان بيمشي معاه، حد يدي النبي هدية لقمة يأكل معاه، حد يدي النبي شوية لبن يشرب معاه. فكان بيستنى الحسنة بتاعة الصحبة، فكان قاعد معاه بيسجل وبيراقب وبيراجع. ادي ابو هريره ودي لي ظروفه عشان كده سجل. انما بقيه الصحابه معنى حديث ابو هريره ان يشغلهم عن النبي امور كثيره جدا، شغل وتجاره. عمر بن الخطاب نفسه بيقول كنت اتناوب انا وجار لي، كنت اتناوب انا وجار لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يذهب اليه يوم وانا اذهب اليه يوم. عشان يعني معنى الحديث الخطير ده. صحيح. ان عمر بن الخطاب كان ممكن يجي عليه يوم ما يشوفش النبي. فيجي يقول له النبي امبارح اتكلم في كذا، الموضوع الفلاني جاله كذا، جاله وفد كذا، فيحكي لعمر.
الناس مستغربين قوي انه اقرب الناس ازاي ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما ينقلوش هم وخلاص ونخلص ده لما كل النبي مات لما النبي مات ما كانش ابو بكر موجود جنبه، كان في بلد تانية رضي الله عنه وارضاه. حد يتصور ان ابو بكر يسيب النبي ويروح بلد تانية؟ مش هو طلع للناس وقال لهم ما هو لما عرفوا الوفاه ابو بكر جه جري قعد عده ساعات لحد ما وصل، والصحابه في حاله اضطراب شديد جدا. فابو بكر ما كانش ساعه الوفاه موجود بجوار حبيبه خليله الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ده ملحظ مهم يا استاذه دعاء، يا رب الناس تفهمه عشان تعيش جو الوحي. ايوه، لا كانش الصحابه قاعدين مع النبي 24 ساعه. كويس، وكانوا بيسيبوه يمروا عليه ممكن والنبي قاعد. والدليل بقى اجيبه لك من القران الكريم. ايوه يلا بقى من القران. كانت صلاة الجمعة في الأول عبارة عن الآتي، عارفة صلاة العيد؟ بنصلي العيد الأول وبعدين خطبة العيد. إنما في خطبة الجمعة بنخطب الجمعة الأول وبعدين صلاة الجمعة. تمام. صح كده؟ تمام. صلاة الجمعة زمان كانت زي صلاة العيد، اللي هو الناس تصلي الأول وبعدين الخطبة. برافو عليك. ممكن الناس تصلي وتمشي، هو ده اللي كان بيحصل. فكانت الصحابة عشان فين في القرآن الدليل؟ هقولها في سورة اسمها سورة الجمعة. أيوة، في سورة اسمها سورة إيه؟ الجمعة. انتشروا في الأرض. وبيقول رب اللي حصل إيه قبل ما تستعجليش. بتعمل سيرش دلوقتي. شوفي بصي، في سورة الجمعة حكى القرآن موقف في منتهى العجب. هو بيدل على إن الصحابة كانوا بيصلوا الجمعة وبيجروا بره عشان يشوفوا التجارة بتاعتهم. عاوز يلحق. وممكن يكون النبي ساعتها فين؟ على المنبر. ايوه على المنبر بيخطب الجمعه. ماشي. شوفي بصي، بس الناس مش قاعدين ليل ونهار، قاعدين عواطليه. الشغل، العمل عباده. إحنا في غير اوقات زي العباده زي ما حضرتك بتقول اهو بفكرنا دلوقتي. الناس متخيلين ان الناس هتفضل قاعده عامله كده. انا شخصيا مش عارف لو النبي قصادي ده انا موت. ده انا في نفسي تحت رجليه. انما لا، الصحابه ما كانوش كده يا استاذه دعاء. صحيح. الصحابه كان يشوف شغله ويشوف مصلحته وراء، يعني يسقي زرعه وماشي. ده الكلام هو كذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. حوادث كثيره جدا في السنه لو شفناها. فكان الصحابه كان النبي صلى الجمعه بيهم وطلع على المنبر. كانت التجاره لما بتخش بوم 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 في طبل كده، اللي اول واحد سايق الجمل يعني التجاره جت، القافله جت، فكله عاوز يلحق يخلص الصفقه بتاعته قبل ما التاجر التاني ياخدها. تمام. راحوا سايبين النبي وهو خط. فالنبي زعل، لقى المسجد تقريبا فضي. ده في مره من مرات، في مره من المرات. فلما زعل النبي راح ربنا قلب خطبه الجمعه، خلى خطبه الجمعه بعد خلى الصلاة بعد خطبة الجمعة عشان الناس تقعد تسمع خطبة. تخيلي، يبقى ده دليل وجواب على سؤالك ولا لا؟ فين الآية بقى بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الله. صحيح. شفت السرعة. صحيح. فربنا بيعاتبهم وبيواسي النبي. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. وسببها بقى راح منزل القرآن تشريع في منتهى الجمال. ممنوع البيع والشراء ساعة صلاة الجمعة. يبقى ليه ايه علة المنع لما سابوا النبي واقف على المنبر؟ مما يدل على ان ده كان من عاداتهم ولا لا؟ صحيح. وهذا يدل على انه يعني عادي. فكانت النتيجة ان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ايه بقى نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ هل الصلاة ولا الأذان؟ الأذان. علشان لو كانت الصلاة هيعملوا الشباب زي ما بيعملوا، بيحط المصلية على كتفه كده وقاعدين على كبوت العربية بره الجامع، يقعدوا يتكلموا ويشربوا سجاير وبتاع لحد ما الله أكبر الله أكبر، احنا داخلين نطين صلينا ركعتين سلام عليكم. كلام مش مظبوط، ما صلاش الجمعة كده خلاص كده. إنما لازم يجي عشان يسمع خطبة. علشان كده إذا صعد الإمام المنبر طويت صحائفه الكروبات اللي هي الحسنات. فشوف النظام، انضباط في الإسلام عجيب. فرح ربنا قايل إيه؟ إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء انه بمجرد الاذان يصبح البيع والشراء مال حرام، زي السرقه، زي الخمر، زي الربا.
يا خرابي. أمال يجي الأذان يدن وأنت عاوز تشتري مناديل ورق؟ أنا بقولها عشان جميع يجي الأذان يدن، الأذان يدن ومعاك عاوز تشتري مناديل ورق، ما تشتريش، خلاص انتهت القصة. خلاص إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فصح وزاروا البيع، ده أمر إلهي وما فيهوش كلام. بس إحنا هو طبعًا في السعودية كله بيقفل وكله بيقفل وبتاع، وممكن يقفلوا على الست وهي جوه المحلات وكده. إحنا هنا طبعًا ما فيش النظام ده، إنما أحيانًا إحنا الستات بنعمل الشراء بتاعنا وقت صلاة الجمعة، ويبقى المحلات حاطين فيها ستات. هنا سؤال، طب ولو واحد مسيحي يشتري ولا لأ؟ هو غير مطالب بالحكم. واحدة ست بتشتري ولا لا؟ صحيح. هي غير مطالبة بالحكم. يعني على قول من قال ان المرأة غير مطالبة بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة. ايوه. وبيبقوا حاطين في المحلات ستات، ويعني بنت بتبيع وبتاع. يبقى معنى ذلك انه المرأة غير داخلة في في هذا الامر. طيب انا هاخد مدام نعمة، بس برضو لازم بقى اكمل السؤال بانه هي ليه السنة ما اتنقلتش على طول وكنا خلصنا بدل اللغط بتاع؟ احنا خلصنا واتنقلت على طول واتكتبت على طول. طب هاسمع مدام نعمة واسمع رد حضرتك. مدام نعمة. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا قبل أي شيء بعد السلام بأحيي في حضرتك أسلوبك الراقي البسيط، يعني شكرا، ربنا يكرمك. الحقيقه يعني انا يعني انت فخر المذيعات عندنا. الله يكرمك والله، متشكره. اسلوبك الجميل يعني الحقيقه، يعني انا مبسوطه جدا جدا يعني. الله يكرمك. وانا بتصل اعزي كل اهالي الشهداء، الحقيقه يعني يكفينا ان احنا نقول هم في الجنه، انا عارفه ان حزن كبير لهم وزي احنا حاسين بيهم يعني، لكن بنقول ان هم في الجنة ان شاء الله. وعايزة بس اختم حديثي مع الدكتور خالد الجندي، ان انا ليا بس بعد سلامي واحترامي لك، احنا متابعينك في كل برامجك وكلامك اللي احنا بنستفيد منه في الدين، والحقيقة يعني ربنا يكرمك ويعزك، ربنا يكرمك ويعزك ويعينك على الرسالة يعني يا دكتور. انا ليا رجاء بس واحد لحضرتك، ان انا اختم مش هطول، لان عايزين نستفيد من كلامك، مش عايزين نتكلم كتير. ليا رجاء الفاتحه من حضرتك، واحنا معاك كلنا على الهواء بنقرا الفاتحه للشهداء ولشريف ابننا الله يرحمه، يعني شريف من الشهداء اولادنا، بس هو شهيد العلم ان شاء الله بامر الرحمن يعني. فنفسنا نسمع الفاتحه الفاتحه. حاضر للشهداء، وجزاكم الله خير. الله حاضر، نختم بيها ان شاء الله الحلقه. ان شاء الله نختم دعاء دعاء برضو من هنختم امتى دلوقتي؟ لا طيب بالمناسبه احنا بس بقول لاختنا الكريمه، هي ما حدش يقول الفاتحه، الفاتحه دي في الجلباب يا جماعه، الفاتحه اسمها الفاتحه. حاضر. احنا اللغه العاميه عندنا بتاكل الالف، هي اسمها الفاتحه. ربنا يتقبل منكم ان شاء الله. في اخر الحلقه ان شاء الله هنقرا الفاتحه وندعو للمتوفين. وندعو للشهداء. وندعو لنا ولكم ان شاء الله. ندعو للقوات المسلحه المصريه بان ربنا ينصرهم على مين يعزهم. احنا كلنا قوات مسلحه مصريه. وللجيش المصري. انا من الان عاوز اقول ان احنا كلنا قوات مسلحه. مش فاهمه المسلمات يا فضيله الشيخ. نعم. المسلمات العاديه خالص. نعم. العاديه اللي ما كناش بنتكلم فيها. ما بقتش مسلمات، انا اتسرعت. نعم. يعني المسلمات العاديه اللي هو ايه اقول ايه يا فضيله الشيخ، هو في بلد، هو اي بلد في الدنيا في ناس عايشين في قلبها يدعوا على جيشهم اللي بيحميهم؟ الحاجات العاديه اللي احنا يعني طول عمر الناس ايه يقولك في اعداء من بره، وانما انت عايش طول عمرك في الجامعات والمدارس وبتشرب وبتاكل ونايم وقايم وماشي في نفس البلد دي اللي فيها الجيش والدنيا اللي بتحميك، تدعي عليهم؟ يعني شيء عجيب والله العظيم يا فضيله الشيخ. لا. انا عايز اسال حضرتك سؤال، بتقول لي هي اتجمعت والاحاديث وكده؟ اه طبعا، وخلصت واتجمعت واتظبطت. مش البخاري والنبي عايش. ايوه ازاي؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بكتابه حديثه كما يامر بكتابه القران. مش هو قال ما تكتبوش عني؟ بيكلم كتبه الوحي، زي ما لو انت حضرتك، انا بكلم مراتي وبناتي بقول لهم ايه، ما تخرجوش بره البيت وانا مش هنا. هل هذا الكلام يسري على اخويا اللي جاي يزورني؟ اخويا جاي يزورني مثلا، ما تخرجش بره البيت وهو هنا. طب لو ابويا قاعد في البيت، هل هذا الكلام يسري عليه؟ طب لو الناس اللي شغالين معايا عاوز اشتري حاجه من بره، يقول لي لا الشيخ قال ما تخرجوش بره البيت،
مثلا. يعني كل امر لابد ان تنظر فيه الى ملابسات، من الامر ومن المامور. هم هنا ما نظروش من الامر ومن المامور علشان يمشوها ان ده لفظ عام على الجميع. تمام. زي ما يجي واحد مثلا في شركه من شركات شركه ثلاجات وقال ايه، انا هصرف لكم منحه 10 ايام، فواحد في شركه الجبنه الرومي اللي جنب منه بيطالب بالمنحه 10 ايام، يقول لي يا ابني الكلام مش موجه ليك، الكلام موجه لبتوع الثلاجات، انت مالك انت. فببساطه متناهيه الرسول عليه الصلاه والسلام بيكلم اللي بيكتبوا القران، وكان عددهم 40 واحد. قال لهم ما تكتبوش عني كلام تاني بيقول لهم غير القران. بيقول لهم من كتب عني شيئا غير القران، يعني خدوا بالكم من ملابسات اللفظ عشان تبقوا فاهمينه، لانه الدجالين وهقول تاني الدجالين بينصبوا عليكم علشان يقولوا لكم ان السنه مزوره. الدجالين، مش هقول غير الدجالين والله، ربنا يكفيكم شرهم وانتم عارفينهم كويس. فبيقول من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، غير القرآن، يبقى بيكلم ناس بتكتب ايه للقرآن على اربع حاجات، على اللخاف والرقاع والعصب والأدم. دول الكتبة يعني على على جلد الجمل وعلى جلد الغنم وعلى صفحة الجير وعلى البرديات. تمام. وخلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللي يكتب، عشان اللي بيكتب القرآن ما يختلطش الكلام بتاع النبي بكلام. أيوة كده فهمنا. هو ده ببساطة متناهية. فبعض يعني هم 40 واحد قاعدين بيقلوا وراه القرآن. ال 40 مش لازم يكونوا موجودين. قال لهم محدش يكتب كلام عادي بقى من الكلام. ال 40 مش لازم يبقوا موجودين في وقت واحد. يعني ممكن اثنين ثلاثة منهم، ممكن واحد منهم وخلاف اللي موجود اكتب عندك. يجي الوحي عند النبي وبعد ما يذهب الأمر فيقول له ايه، اكتب عندك كذا وكذا. تمام. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالتاني يروح يطلع وجاهز كاتب 40 كاتب. أما بقية الصحابة قال اكتبوا لابن أبي كبشة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل بيقول له أكتب عنك يا رسول الله فإني سريع النسيان، قال له اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق. وربنا قال للنبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا، أطول آية في القرآن، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. معقولة ربنا هيقول لهم اكتبوا 2 كيلو بلح؟ صحيح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر لشهدائنا وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافيهم واعف عنهم، اللهم لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنر ظلمتهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر لهم مع المغفورين، اللهم أكرمهم مع المكرمين، اللهم استرهم مع المستورين، اللهم اجعل لهم قبورهم ضياء ورحمة، اللهم أكرمهم في نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم بيض صفحتهم، اللهم إنا نسألك أن تكرمنا فيهم فأكرمهم، اللهم اقبل دعاءنا فيهم واقبل رجاءنا فيهم واقبل ضراعتنا فيهم واقبل شفاعتنا فيهم. اللهم إنا نشهدك أنهم قد أدوا أمانة أوطانهم، فاغفر لهم وتحمل عنهم واعف عنهم برحمتك يا رب العالمين. اجعل لهم يا ربنا في قبورهم مؤنسا وشفيعا، وإلى الجنة طريقا، وعلى الصراط رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، ولا مبدلين ولا مضيعين. اللهم احفظ لنا أوطاننا، اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم أمن لنا حدودنا، اللهم احفظ لنا أولادنا. اللهم يا قهار يا جبار يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا سامع الدعاء، انتقم من كل ظالم معتد أثيم. اللهم انتقم من المعتدين الآثمين، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندفع بك في نحورهم، اللهم اشف صدورنا فيهم، اللهم اشف صدورنا فيهم، اللهم اشف صدورنا فيهم، اللهم أذهب غيظنا بالانتقام منهم، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم مكننا من أرواحهم، اللهم مكننا منهم بقدرتك يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، انتقم ممن استباح أرواح أبنائنا، وممن استباح دماء أبنائنا، وممن استباح تراب أوطاننا، وممن تحالف مع أعدائنا. اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم آيات قدرتك وآيات عظمتك وآيات جبروتك يا رافع السماء، يا خير من عدل، يا أعظم من دفع، يا أقوى من نفع يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الجندي، شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.
حصل في حياتنا أول ما عشنا خد دورة الآف السنة ويا بالله كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشنا خد دورة الآف السنة ويا بالله.